مش طاقة ارجع على صحلها لبالة هوية مش طاقة شوف صحمة سلتي سوق الحمدية نيجي همس سلتي صوت المدفعية وخدها سلتو لابو ورجع عنه للسورية مدني بس لو كانت بجسمي كنت خني بالبيت عمري 9 سنين كنت أحط أول شيء ما كان راسي الفن كنت يا سوري ما حنعمرها ما في مرجوع اللي من ذات هذا اسمه الدموع داشي كنت اسمع تول او التصوير مثلهم اروح احط السماعات مثلا وارتون شوي 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 حبيت اني ادخل بهذا المجال ودخلت وصلت هذا As I explain all the words, also for the Romanian children and also for the Syrian children, the text of the song I want to explain to know each of them what they are singing. يكون حلم للطفل وكويس انه شعور الام انه ابنه يعني بي يعني شو بدي اقول لك يعني شيء حلو انه واحد انه اولاده يكونوا هيك بالكلور هلا انا بفضل اكيد الراب لانه هيك اخاني شوي بتاع انه مثل بيخلوا عندهم بحة صوت